Marilah kita sama-sama membaca qasidah yang telah disusun oleh seorang ulama yang alim, waliullah, iaitu Syekh yang terkenal Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullah ta'ala. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع
السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.